لنبدأ باستعراض تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت حول إعادة تموضع القوات الإسرائيلية تمهيدا لبدء مرحلة جديدة في الحرب. كيف قرأت هذه التصريحات؟ صباح الخير. صباح الخير. هذه التصريحات واضح أنه فيها ترجمة ربما للضغوط الأمريكية أو محاولة احتواء الانتقاد الأمريكي الكبير والمتصاعد والعلني أيضا لضرورة تغيير وتيرة الحرب وتحويلها إلى حرب استنزاف. وبالتالي الكلام يوآف جالانت، أنا بعتقد أنه الكلام في منه كلام إعلامي، لأنه ما يجري في غزة حتى اللحظة هو إجرام حقيقي وتواصل للإجرام اللي بدأ من 100 يوم تقريبا. لكن فكرة التموضع من جديد أو تحول هذه الحرب المتوحشة بهذه الطريقة إلى حرب استنزاف، أي انسحاب القوات الاحتلال الإسرائيلية من الأماكن المأهولة وتموضعها على حدود غلاف غزة، هذا أيضا ربما الطريق الثالث أو الأسلوب الثالث أو الحل لهذه الحكومة المتوحشة من أنه لا تريد أن تستمر في حرب متوحشة، وتريد أن أيضا تخضع للأوامر الأمريكية، وتريد أن تقلل أيضا من الدعم، من التآكل الدعم الدولي، وبالتالي هي تريد أن تذهب إلى، وأيضا تقلل التكلفة الاقتصادية على فكرة لهذه الحرب، فهي تريد أن تذهب إلى ما تسميه المرحلة الثالثة اللي هو تقليل وتيرة الحرب، ولكن إبقائها تماما، لا تلغي الحرب ولا توقفها، لأنه إيقاف الحرب خسارة لهذه الحكومة أو انهيار لهذه الحكومة، وأيضا لإطالة عمر السياسي. لذلك أنا أعتقد المرحلة الثالثة اللي بيحكوا عن الإسرائيليين هي كأنها قارب إنقاذ لهذه الحكومة، فهي تستطيع أن تحقق بهذه الخطوة كثير من الأمور، الرضا الأمريكان، قلة الضغوط، الصحافة لا تسلط الضوء عليهم، وأيضا بقاء هذه الحكومة لأنه لن تنهي الحرب، لأنه ما دام الأهداف لم تحقق وبالتالي لا يجب إنهاء الحرب، لأنه إنهاء الحرب بهذه الطريقة دون تحقيق الأهداف خسارة لهذه الحكومة. لهذا السبب أنا أعتقد أنه المرحلة الثالثة أو الانتقاد المرحلة الثالثة هو أسلوب لتهرب إسرائيل من كل الضغوط التي تمارس عليها، وأيضا استمرار لعمرها السياسي. بالإضافة الجملة الأخيرة في هذا الموضوع، جالانت بالذات هو الذي اقترح فكرة المرحلة، تمرحل هذه الحرب، وأيضا المرحلة الثالثة اللي فيها جزء منها أنه حكم قطاع غزة يعطى لعشائر وحمائل معروفة عرايو على فكرة. دكتور أحمد، ملامح هذه المرحلة الجديدة كيف تراها؟ هي بلغتنا الفلسطينية، على الأقل بمصالحنا الفلسطينية أو كيف نراها كفلسطينيين، هذه هذا إعادة إنتاج للحصار، إعادة إنتاج للاحتلال، وعمليا إسرائيل تعطي لنفسها الحق في أن تبقى مسيطرة على قطاع غزة طيلة الوقت لمدة سنة سنتين ثلاثة، بحجة المرحلة الانتقالية، بحجة الحفاظ على الأمن، بحجة إدارة قطاع غزة من أطراف مختلفة محلية أو دولية أو عربية، وبالتالي عمليا هي تحول قطاع غزة إلى ما يشبه المناطق في الضفة الغربية، لها الحرية بالوصول إلى أين تريد، تقصف كيف تريد، تعتقل كيف تريد، تغتال ما تريد، وبالتالي تحول قطاع غزة إلى مناطق جيم مثلا عندنا الضفة الغربية، أو مناطق ما، أو حتى مناطق ألف، إسرائيل هي تستبيح كل شيء، وبالتالي هاي قراءة فلسطينية للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة تبقى لإسرائيل اليد العليا في السيطرة على قطاع غزة، اغتيال من تريد، وكما تقول اقتلاع حركات المقاومة، وإذا لم يتم تحرير الأسرى فهي تستطيع أن تحرر الأسرى بهذا الوجود اللي على غلاف غزة. ومن جهة أخرى، من جهة إسرائيل المحتلة، هذا حرب تصبح حرب طويلة المدى، تصبح حرب منسية، الصحافة تتركها، لا يتم الحديث عنها، وتريح انتقاد الغرب، وتقلل الضغط على هذه الحكومة، وتطيل عمر هذه الحكومة. بمعنى آخر، ولا أريد أن أكرر كلامي، ولكن المرحلة الثالثة هو هروب حقيقة من كل الضغوط التي تمارس على هذه الحكومة من أجل أن تبقى، ومن أجل أن تثبت فكرتها أو برنامجها السياسي، بأن لا تريد فتح ولا تريد حماس.
وبالتالي المرحلة الثالثة خطيرة جدا، كأنها المرحلة الأولى التي كانت فيها يعني اقتحامات جوية وقصف جوي، فهي خطيرة وخطيرة جدا لأنها تمزج الأمني بالسياسي من أجل السيطرة على قطاع غزة. نعم، مع الإعلان عن مقتل محتجزين اثنين لدى حركة حماس، يعني هذا الإعلان دوره في المرحلة المقبلة إطلاق سراح المحتجزين كهدف من هدف العمليات الإسرائيلية على غزة لم يتحقق حتى الآن إلا عن طريق المفاوضات؟ هذا واحد من الأوهام. شكرا لك، هذا سؤال مهم جدا على فكرة. واحد من الأوهام التي سوقتها هذه الحكومة للمحتل للجمهور الإسرائيلي أنه لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلا بالضغط العسكري. هذا وهم وضلال كبير على فكرة، وإسرائيل تمارسه من أجل أيضا البقاء في هذه الحرب واستمرارها. الجمهور الإسرائيلي كشف هذه القصة على فكرة، كشف هذه الكذبة الكبيرة، ولهذا السبب المظاهرات تتعاظم في شوارع تل أبيب وغيرها من المدن للمطالبة بصفقة صفقة، وهي هذا موقف يتجاوز الموقف الحكومي إلى درجة أنه أعضاء في المجلس الحرب بيشاركوا في مظاهرات مثل هذه، بمعنى أن هناك حقيقة في خلافات كبيرة في مسألة الإفراج عن الأسرى بالضغط العسكري أو بالتفاوض. هذا يدل على أنه في أداء رديء حقيقة، يعني حتى نكون واضحين ولا نتجنى ولا نريد، لأن مرات إحنا بنحب نفكر بطريقة معينة، لا، واضح أنه في بالمجلس الحرب أو بهذه الحكومة في نزاعات وفي آراء مختلفة تماما في مسألة الاستمرار بالحرب أو عدم الاستمرار بالحرب. نتنياهو وجالنت وهيرتسي على فكرة الرئيس هيئة الأركان هم بيعتقدوا أنه يجب الاستمرار في هذه الحرب إلى مدة طويلة جدا وحتى بدون نهاية. يعني هناك آخرين بيقول لك لا، هذه الحرب بطلت تجيب نتائج وصارت تراوح مكانها بدون تحقيق أهداف، ولا بد من الخروج من هذه الدائرة القاتلة. لهذا السبب فكرة تحرير الأسرى بالضغط العسكري واضح أنها فاشلة، وهذا أمر يعني يصدم حقيقة الجمهور، ولكن هذه الحكومة لها حسابات أخرى. أنا برأيي وأعتقد أني قلت هذا الكلام على هذا المنبر الكريم، إنه هذه الحكومة فقدت الحساسية تجاه الأسرى ومنذ ربما من اليوم الأول، ولهذا السبب هي تقصف غزة كأنه ليس فيها أسرى. حركة المقاومة وحركات المقاومة عندما تخرج هذه الفيديوهات واضح أنها تضغط على الجمهور الإسرائيلي وتحاصر الحكومة وتنزع عنها أكاذيبها وأضالينها قدام جمهورها أنه مش صحيح اللي بيقولوه. عمليا هذه الفيديوهات تنزع الكذوبة الكبرى التي تسوقها هذه الحكومة أنه الضغط العسكري يؤدي إلى تحرير الأسرى. لا، هو صحيح أنه الضغط العسكري يؤدي إلى موت الأسرى، ولهذا السبب هذا الأمر يتفاعل جدا بالحكومة من جهة وبالجمهور الإسرائيلي من جهة أخرى. يعني ما مدى قدرة هذه الحكومة على الصمود في وجه فشلها أولا والمعارضة الداخلية ثانيا، المعارضة التي صمتت على مدار 3 أشهر بحجة وحدة الصف ويعني ضرورة الاصطفاف خلفها في الحرب على غزة؟ أولا لم يعد هناك وحدة صف، هذا كلام يعني يجب نقوله، لأنه هناك جهات يمينية متطرفة تهاجم المتظاهرين، يعني وبيقولوا منهم أنتم خونة ضد إسرائيل، يعني فليس هناك وحدة صف أولا، وأيضا في وحدة حكومة. لكن حتى اللحظة أيضا حتى لا نوهم أنفسنا، رغم كل الخلافات هذه الحكومة ما زالت مستقرة، بمعنى أن هناك في 70 عضو كنيسة يدعمها في الكنيسة، وبالتالي إسقاطها في الكنيسة صعب. ثانيا هذه الحكومة برغم كل ما فيها من حرد وزعل وصراخ وضرب على الطوائل، لكن ما زالت هذه الحكومة قوية، أقصد مستمرة، لأنه ليه؟ هذه الحكومة تريد أن تستمر. هذه الحكومة فيها أيديولوجيات